صبحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام في صباح جديد يجمعنا معكم عبر شاشة الجميع الشرقية من كلباء، وحياكم الله في هذه الحلقة المتجددة من برنامج صباح الشرقية، صباح السعادة التي نتمناها أن تلازمكم طوال يومكم. أرجو أن نكون سعداء بكل ما نطرح إن شاء الله وتستمتعون فيه في هذه الحلقة بإذن الله من صباح الشرقية. نجتمع معكم على الخير والمحبة ونبدأ معكم بالعناوين. أنامل إماراتية أبدعت في مجال الرسم. شجرة الشريش صفاتها وطريقة زراعتها. وأخيراً الكستناء وفوائدها الصحية على الجسم. إذن هذه هي العناوين مشاهدين الكرام، نتمنى أن نوفق بطرح هذا المضمون لهذا الصباح ونبدأ معكم صباح جديد. وما بعد العناوين ننتقل إلى أخبارنا في صحفنا المحلية، وخبرنا الأول من صحيفة الخليج. سلطان: نعمل على معالجة تدني رواتب 5400 متقاعد. وفي تفاصيل هذا الخبر أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة استمرار الجهود لإيجاد وظائف لمواطني إمارة الشارقة، سواء ضمن تعيينات الدوائر الحكومية المدرجة في موازناتهم أو ضمن المشروع الذي يعمل عليه مع فريق يضم عددا من الدوائر يستخدم سبل أخرى للتوظيف، وأن العمل كذلك مستمر لمعالجة أوضاع متقاعدي الكادر غير المحلي من مواطني الإمارة. وأعلن حزمة مشاريع تطويرية ستنفذ في مدن الإمارة خلال عام 2022. وقال سموه في مداخلة هاتفية عبر برنامج الخط المباشر والذي يبث من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة مع الإعلامي محمد خلف المدير العام لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون: كل عام وأنتم جميعا بخير بمناسبة العام الجديد. وردا على السؤال الذي طرح في برنامج عن الألف وظيفة التي أعلن عنها نهاية العام الماضي، أوضح بأن هذه الوظائف تابعة للدوائر الحكومية وهي مدرجة ضمن موازناتها التي تم رفعها. وأضاف سموه: نحن نعمل كفريق مشترك في العمل الخيري يضم عددا من الدوائر، منها دائرة التخطيط ودائرة الخدمات الاجتماعية وغيرها من الجهات، فنعمل على إيجاد وظائف غير الوظائف الموجودة في الحكومة. أما بالنسبة لخلق وظائف كفتح دوائر جديدة فهذه كلها إضافات جديدة على الموازنة، فنحن في هذا الفريق نختلف عما تضعه الحكومة، لأنهم عندما يضعون الموازنة يحددون المصاريف التي تحتاج إليها الدائرة وما تحتاج إليه من موظفين، لكن نحن في هذا الفريق لدينا سبل أخرى. أما انتقالنا إلى خبرنا التالي من صحيفة الخليج، الشيخة جواهر تنتصر للإنسان في رسائل جوهرية. وفي تفاصيل الخبر: صدر عن منشورات القاسمي بالتعاون مع المكتب الثقافي والإعلامي كتاب رسائل جوهرية لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى للأسرة في الشارقة، ويتضمن مقدمة وعشرة فصول منها مناهج الحياة والإمارات وطني وصحتنا والمؤسسات وتحديات العمل والثقافة وأجنحة الفنون والأسرة وحلم الاستقرار وسلام يا إنسان وإلى أبنائي وبناتي مع التحية، كلها أفكار وأطروحات تهتم للأسرة عموما وتهدف إلى زرع قيمة الإنسان وتظهر أهميته في تقدم المجتمع من خلال اكتشاف قدراته الذاتية والعمل على تنميتها سعيا للإسهام في التنمية المجتمعية وإثبات الذات والتأكيد على أن الإنسان الإماراتي قادر على الفعل والتأثير. والكتاب يتضمن محاور لبعض النماذج من الرسائل على اختلاف المحاور والتي تعبر عنها، والذي يعد قيمة معرفية وثقافية وتعوية في المكتبة الإماراتية والعربية. فكل جزء من هذه الرسائل
التي كتبتها سمو الشيخة جواهر يقدم قيمة وخدمة عظيمة لكل فئة من البشر، ويجعل من الأسرة محوراً لكل ما جاء فيه، نظراً للاهتمام الخاص الذي توليه سموها لهذا الكيان المهم في بناء المجتمعات. وأما انتقالنا إلى خبرنا الأخير مشاهدينا الكرام، أيضا من نفس الصحيفة، سيوة تنجز محطة ضخ وخطوط مياه بكلباء بكلفة 27 مليون درهم. وفي تفاصيل هذا الخبر، أنجزت إدارة كلباء في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة سيوة محطة ضخ وتمديد خطوط مياه بكلفة 27 مليون درهم لتغذية عدد من المشروعات التطويرية والسياحية في مدينة كلباء، تضمنت تغذية بحيرة الحفية والمنطقة الصناعية والتجارية واستراحة سد الغيل، تنفيذا لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تطوير مدينة كلباء، وحرص سموه على تنفيذ مختلف المشاريع التي تتطلبها من خدمات. وأيضا أوضح بأن في هذا الإطار المهندسة موزة الزعابي مدير إدارة كلباء في هيئة كلباء أيضا بأن كل هذه المشاريع تشهد نهضة عمرانية وحضارية وحالة من الانتعاش ومدعومة ببنية تحتية قوية، وتعمل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة على مواكبة هذه النهضة وتوفير كل خدمات الكهرباء والمياه للمشروعات التطويرية والسياحية، وما يسهم في توفير الحياة الكريمة للقاطنين وزيادة أعداد الزائرين. كانت هذه هي أخبارنا مشاهدينا الكرام في صحفنا المحلية لهذا الصباح الخاصة بإمارة الشارقة والمنطقة الشرقية التابعة للإمارة الباسمة. والآن ننتقل معكم لنتعرف على درجات الحرارة، ما هي توقعات لهذا الصباح؟ سنراها الآن. مشاهدينا، وما بعد حالة الطقس ننتقل معكم للاستمتاع بأجواء المنطقة الشرقية. في هذا الصباح أجواءنا راح تكون مختلفة في مدينة كلباء وتحديدا من سد الغيل الذي أصبح أحد الوجهات السياحية البارزة في مدينة كلباء، ويعد وجهة للكثير من الناس لمشاهدة البط الموجود والاستمتاع بالأجواء الجميلة. وراح نشاهد معكم بعض اللقطات لهذا السد بنظرة أقرب. Thank you.
إذن أجواء لن تشاهدها إلا في المنطقة الشرقية، مدينة كلباء والجمال في هذه المناظر الطبيعية. تحديداً انتقلنا معكم بعدسة صباح الشرقية لنشاهد بعض اللقطات في سد الغيل. سد الغيل أصبح وجهة سياحية مثل ما أسلفنا الذكر، وأيضاً له لربما طابع مختص ومختلف عن الأماكن الأخرى في ما يخص الجبال والمياه المتجمعة من الأمطار وغيرها في المدينة. لذلك مشاهدي الكرام، من يريد الاستمتاع بأجواء مدينة كلباء الماطرة فعليها التوجه إلى سد الغيل والاستمتاع بهذه المناظر، وأيضا إلى مختلف الطيور التي تتواجد وتعيش في هذه البيئة الجميلة في سد الغيل. أما الآن مشاهدي الكرام، ننتقل معكم إلى موضوع آخر ونستقبل ضيوفنا الكرام. ضيفتنا اليوم دفعها حبها للبحر إلى الغوص والبحث بين خباياه، إلى أن أصبحت محترفة تعلم كل من يرغب في الغوص بمختلف الخطوات، وهذا لخوض مغامرة رائعة. نرحب الآن بإيمان السويدي وهي مدرب غوص، وبالتأكيد نقولها صباح الخير ويا مرحبا بك معنا عبر الهاتف. يا مرحبا الساعة، حلو والله، صباح النور والسرور، حياك الله. إيمان، البحر يعني أعتقد من يعرف جمال البحر هو من غاص في أعماقه، فخبرينا شو قصتك مع البحر. والله قصتي مع البحر تبدأ من الطفولة. الوالد رحمة الله عليه كان يأخذنا للبحر، فلنا نحن قصص يعني طفولية مع البحر ما تنتهي. بس للتعديل على الاسم، أنا مو بمدربة غوص، أنا غواص منقذ. أنا غواص أول منقذ. امرأة هي نعم، أول امرأة إماراتية فني طبطارق متقدم أمتلك هذه الشهادة، أو أحصل على شهادة غواص منقذ في الإمارات. ما شاء الله، فقط للتعديل. نعتذر على هذا الخطأ. أفا عليك، أفا عليك، لمرة طيبة. نرجع للسؤال. قصتي مع البحر قصة جميلة صراحة. طبعا بدأت من الطفولة، استثمرت هذه المهارة فيني. من بعد خلنا نقول يعني أنا بالأصل فني طبطارق، أعمل كمسعفة ما شاء الله. بالتالي هي نعم، بالتالي الإسعاف ما يقتصر فقط على البر. حبيت أني أنا هذه الفكرة أخذها معي للبحر، فأخذت اللي هو أول رخصة للغوص، أخذت اللي هي اسمها open water، وبعدين الأدوانس، وبعدين أخذت الرسكيو، وهي اللي هي رخصة غواص منقذ. فحبيت أني أنا أترجم هذه المهارة أو هذه الدراسة الخبرة اللي أنا عندي إياها على مش مب على البر فقط، حبيت أني أنا أخذها معي على البحر، فأكملت في هذه الدراسة. جميل. اللي هي ليس الغواص المنقذ، والحمد لله يعني وشينا بإذن الله تعالى يس أكمل في الدايف ماستر، وإن شاء الله إن شاء الله. إذن ما بعد امتلاكك رخصة الغوص الآن أصبحت يعني لربما يعني تغوصين في هذا البحر وأعماقه، وأنت تدركين تماما ما معنى البحر. فلذلك الكثير منا يعتقد بأن البحر خطير جدا، والبعض يصنف رياضة الغوص هي رياضة خطيرة، ومن يمارسها يجب أن يكون متدرب محترف، وإذا كان هاوي أو مبتدئ فيجب أن يكون برفقة أشخاص محترفين يوجهونه. فهل فعلا رياضة الغوص خطيرة إلى هذا الحد الذي يتحدثون عنه؟ يمكن يبالغون بكلمة خطيرة، لكن هي رياضة كأي رياضة ثانية، لابد أن لها أساسها، لها يعني لها شهاداتها. الإنسان يبدأ في كل مهارة يتعلمها يبدأها من الصفر. اليوم الواحد يتعلم السباحة من بعد ما أنا أوكي، من بعد ما يكون مثلا خلنا نقول يتقن كيف أنه يسبح، بالتالي ينتقل للغوص. الغوص هي مرحلة ثانية طبعا، طبعا ما بشرط اللي يغوص يعرف يسبح.
هذه معلومه بعد لا مو بشرط اللي يغوص يعرف يسبح. بالضبط غريب الشيء. لان هي بالضبط لان الغوص له فيه انواع، فيه غوص اللي هو احنا نسميه الحياري اللي هو بدون اجهزه، وفيه الغوص اللي هو بالاجهزه او بالادوات. ممتاز. هي بالضبط. فالغوص له يعني عده مرتبات في المثال، او خلينا نقول يعني اللي غايص هو غرقان اصلا استاذ ايمن، فما يحتاج يسبح. طيب يعني على ما اعتقد يعني الغوص له بعض السلوكيات التي يجب ان يتحلى بها هذا الغواص، يعني على سبيل المثال عدم تخريب البيئه البحريه اذا كان هناك بيئه بحريه يغوص بالقرب منها، اتباع السلوكيات الصحيحه للحفاظ على هذه البيئه البحريه. سمعت احدهم عندما سئل بماذا يصف البحر فوصفه بالمسكين، لان لربما تكون فيه ممارسات خاطئه من كثير من الناس لا يدركون اهميه هذه البيئه البحريه. فشو رايك انت بهذا المصطلح او بهذا التعبير لوصف البحر؟ هل فعلا البحر مسكين عندما يمارسون فيه بعض الممارسات الخاطئه؟ والله استاذ احمد، عفوا استاذ احمد، صحيح عمر، تفضل عمر سامحني. والله استاذ عمر، البحر يعني نعمه، هي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. فاللي يعرف كيف يعني يحافظ على البحر ويحافظ على هذه النعمة، يكون فعلا أدى مثل ما يقولون واجب من واجباته كفرد في المجتمع. فمرتادي البحر، الغواصين، أو حتى اللي يظهرون كنزهة في البحر، هذين لابد من أنهم يحافظون على هذه النعمة، يحافظون على هذا المسطح المائي. فنحن اليوم أمام يعني تحدي كبير. فعلا في هناك كثير من رحلات الغوص اللي هي لنظافة الشواطئ أو لنظافة أعماق البحر إلى آخره. ممتاز. هي نعم. ففعلا يعني اللي يدخل البحر لابد أنه يحافظ عليه. ممتاز. طيب أستاذة إيمان، لكل غواص غاية من الغوص، البعض يغوص للاستمتاع بالبيئة البحرية والمناظر ما تحت البحر، والبعض يغوص للإنقاذ، والبعض يغوص لربما لحب الاستكشاف، فتتعدد الغايات لدى الغواصين، ولكن إذا سألنا عن غايتك أنت من الغوص. والله أنا عندي رسالة يعني يمكن حابة من خلال منبركم أني أنا أوجهها لجميع العنصر النسائي سواء في الإمارات أو خارج الإمارات. الغوص هي عبارة عن حرفة قديمة، هي عبارة عن يعني من خلنا نقول من تراثنا القديم اللي لابد نحن نحافظ عليه، وهو مو مقتصر فقط على العنصر الرجالي. بالعكس، اليوم المرأة ما شاء الله عليها في كل المجالات موجودة. فإذا تم ممارسته من خلال العنصر النسائي بيكون يعني بنكون احنا فعلا حافظنا على هذا الموروث الجميل اللي تركوه لنا اجدادنا. صحيح. وبالاضافه الى اليوم نحن ما نقول البحر فقط مرتبط بالغوص، البحر فيه امور كثيره، فيه تدريبات كثيره، فيه مهارات كثيره تروم تمارسها في البحر. يعني من هذا المنبر انا فعلا يعني اتمنى ان كل شخص يشوف في نفسه أنه يقدر يدخل البحر ويقدر أنه يمارس هواياته في البحر، بيكون شيء كبير، يعني شيء حلو صراحة. صحيح. أنا أتوقع يعني بعد توجه الشباب باختلاف أجناسهم يعني إلى أمور مهمة جدا، كنا سابقا نوجه في أن يجب أن يتعلم الإنسان ركوب الخيل، الرماية، وما شاء الله الآن أصبح ركوب الخيل من المظاهر الجميلة التي نراها في كثير من الأماكن السياحية وغيرها، فبالتالي إن شاء الله راح نشهد بعد إقبال كبير على الغوص في الفترة القادمة إن شاء الله بإذن الله تعالى. وأنا يعني عندي صفحة على الإنستغرام، من خلالها أنا يعني أمارس خلنا نقول حبي للبحر، من خلال أني أنا أكون مجموعات نسائية ونظهر رحلات، ويعني الحمد لله الأمور طيبة.
إذن الأستاذة إيمان مستمتع جدا في الحديث معك، شكرا لقبولك دعوتنا عبر الهاتف في صباح الشرقية، ونلقاك على خير إن شاء الله عندما تكوني برفقتنا في الاستديو. شكرا وما قصرتي. بإذن الله تعالى. العفو. العفو، يعطيك العافية. شكرا لك.